وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رحلة مع الكتب. رحلة مع الكتب هتكون النهاردة رحلة خارج مصر والمنطقة العربية، وهنستضيف فيها الأستاذ الدكتور أحمد رجب. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور أحمد رجب هو أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، ولد عام 1969 ميلادية بالقاهرة أيضا. حصل على درجة الليسانس في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1990، ثم حصل على الماجستير سنة 93، ثم حصل على الدكتوراه عام 97، وكده كان أصغر دكتور تخرج في كلية الآثار سنا. دي كانت حاجة إنجاز في ذلك الوقت. دكتور أحمد رجب فضل في درجة الدكتوراه أن هو يترك الدراسات التقليدية والمناطق التقليدية في دراسة الآثار الإسلامية ويروح لدراسة الآثار الإسلامية في الهند. عايزينك تحكي للمشاهد كيف تم فتح الهند. طبعا هو المسلمين في الهند كانوا تجار، والفتح الرسمي للهند جاء بالمصادفة، أن كانت إحدى السفن التي فيها نساء التجار جنحت إلى الشاطئ فاستولى عليه بعض القراصنة الموجودون هناك، فأرسل الحجاج إلى سلطان الهند، حجاج بن يوسف الصقر، حجاج بن يوسف الصقر، حاكم العراق في العصر الأموي، حاكم العراق وخراسان، نعم، وأرسل إلى سلطان داهر، سلطان السند. وقبل ما أدخل في القصة عايز أقول أن المصادر العربية فقط هي التي فرقت بين السند والهند، كل الناس عرفتها باسم الهند ما عدا المصادر العربية ذكرت أن السند هي شمال غرب الهند، شمال شرق، شمال شرق الهند، أما الجنوب فأطلق عليه الهند، فإذا هي الهند والسند. لكن طبعا هي في المصادر الأجنبية بتعرف كبلد واحد، طبعا ده قبل الإيه؟ قبل الاستقلال زي ما هنذكر في الفترات اللي جاية إن شاء الله. أرسل إلى السلطان داهر وقال له إن السفينة اللي عندك دي فيها نساء من نساء العرب المسلمين وأرجو إرسالهم مرة أخرى، فرد عليه السلطان داهر بأنها سقطت في أيدي قراصنة لا قبل لي بهم، فقال أنا لي قبل بهم، وأرسل إليه جيشا بقيادة محمد ابن القاسم ابن أخيه، وكان عمره صغير، كان لا يتجاوز 17 أو 18 سنة، وبالتالي أرسل إليه محمد بن القاسم على رأس جيش، استطاع هزيمة السلطان داهر وقتله، وأرسل رأسه إلى الحجاج مع ما وجد من في أحد المعابد هناك، كان هناك تمثال يضع فيه قطع الذهب، فلما عندما حطمه وجد الذهب فيه وأرسله إلى الحجاج، فوجد ما فيه 120 ألف درهم أو ما يعادل ذلك، في حين أن الحملة كلها أو الجيش كله تكلف 60 ألفا، فضحك الحجاج وقال ربحنا 60 ألفا وفوقها رأس داهر. ده بس ده الوجه الآخر المثالي بالنسبة للمسلمين للحجاج بن يوسف. نعم، يعني احنا دايما بنسمع وجه آخر، وجه الشدة. نعم نعم، هو طبعا الحجاج بن يوسف رجل كما دولة نعلم بالضبط، بالطبع هو رجل دولة وهو قائد محنك، وفتحت في عهده أغلب الدول الموجودة في المشرق. بعض الناس يقول أنه ربما لأنه أراد أن يوسع ملكه، لأنه كان حاكم العراق وخراسان وما تلاهما شرقا، فأراد أن يوسع ما تلاهما شرقا، ولكنه لا شك أن كان رجل دولة وكان قوي وكان في كل شيء. يؤخذ عليه طبعا، ويمكن دي نقولها في حلقات قادمة إن شاء الله، أنه هدم الكعبة مثلا أيام عبد الله بن الزبير، هو عنفه مع معارضي الدولة الأموية. نعم نعم، هو بالضبط قد تصنف يعني في تعليم. هذا في هو صنف. كان عنيفا مع معارضي الدولة الأموية، لكن لو شلنا دي نعم نعم، هو كان رجل دولة وصاحب فتوحات. هذا صحيح، هذا صحيح. فالقصد من هذا أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، أن عندما فتح العرب المسلمون بلاد السند، كانت هذه أو كانت هذه الدولة العربية الناشئة لا تتجاوز واحد على 300 من مساحة الهند. الهند قارة كاملة، سكانها الآن أكثر من 1200 مليون شخص، ومساحتها قد مساحة مصر حوالي 7 مرات، حوالي 7 مليون متر مربع، وبالتالي مساحة كبيرة جدا، مليئة بالأنهار، مليئة بالأشجار، مليئة بالأجناس المختلفة، مليئة بالديانات المختلفة. بس المسلمين فتحوا الهند مش السند. نعم. بالتجارة. نعم نعم، يعني حسن المعاملة، حسن المعاملة وصدق المعاملة للتجار المسلمين كانت هي معيار. دي كانت البداية انتشار الإسلام في الهند، كانت البداية. ولكن أنا أود أن أشير إلى نقطة هامة جدا، الهند كان فيها أكثر من 1000 إمارة، وكان كل إمارة يرأسها أمير اسمه راجة. راجة، وكل مجموعة من الإمارات تربطهم صلة دينية، ديانة واحدة أو سياسية أو عرقية، لهم مهراجة. إحنا دايما نقول مهراجة، هو المهراجة
مه يعني كبير، فالمهرجة هو الأمير الكبير الذي يرأس عدد من احنا الديانات. عندنا الراجة زي المحافظ زي الأمير، نعم، والمهرجة ده حاكم كبير. وكل مجموعة دينية وخصوصا في الهندوسية أو في البوذية لها رانا. الرانا يمكن نقدر نقارنها مثلا في عند المسلمين مثلا بالشيخ الأزهر، عند المسيحيين بالبابا، يعني هي لها مدلول ديني، هو شخصية دينية الكبيرة أو الكبرى العظيم. نعم بالضبط. فهذه الإمارات الكثيرة لم تكن تابعة لديانة واحدة ولا تابعة للغة واحدة. يكفي نعرف أن في الهند في أكثر من 100 لغة رسمية. إحنا لو مسكنا دلوقتي العملة الهندية، على العملة الهندية مكتوب مثلا 10 روبيات، مكتوبة ب 13 لغة رسمية على العملة الرسمية. ففي 13 لغة معتمدة، في حين في 100 لغة غير معتمدة وأكثر كمان من هذا بكثير. وفي أكثر من 500 ديانة، ديانات مختلفة، قد لا يعي أو قد لا يتوقع أحد أن هذه الديانة موجودة بالفعل. يعني هناك بعض المناطق يعبدون مثلا الفئران، الفأر يعبد في معابد كبيرة جدا، وفلسفة عبادتهم لماذا تعبدون الفئران، يقولوا أن يعني الإله عندما يغضب يرسل إلينا الأمراض وأخطرها الطاعون، الطاعون ده بيرسل عن طريق الفئران فهم رسل الإله. فده يعني فلسفة الديانة عبر العصور، إما رجاء نفع وإما اتقاء شر بالضبط. وبالتالي طبعا يمكن الإسلام كان الديانة رقم واحد من حيث العدد، اعتبارا من فترة أو عصر الدولة المغولية ولغاية الاستقلال 1857، لأن كان في الهند فيه عدد كبير، عدد المسلمين كان رقم واحد في العدد. استقلال 1857 1857 هو الاحتلال الإنجليزي، الاحتلال البريطاني. و 1947 استقلال 1857 اللي هو الاحتلال البريطاني أو إعلان الحماية البريطانية على الهند، نعم، اللي هي ثورة الهند ونهاية الحكم الإسلامي فيها، اللي هو بآخر أباطرة المغول اللي هو بهادور شاه ظفر 1857. حتى إحنا إذا ضفنا بنغلاديش ونيبال، بالضبط بنغلاديش ونيبال والكشمير وباكستان، نعم، وبورما ونيبال هي وسريلانكا، سريلانكا إلى الهند أصبح المسلمين هم رقم واحد. أصبح المسلمين هم معظم، نعم، سكان الهند. معظم كانت الديانة رقم واحد. ولذا على فكرة كان في جناح في داخل الهند في أثناء فترة الاستقلال في 1949 كان ضد فكرة استقلال باكستان. نعم، لأن بعد يعني الدولة المغولية ظلت تحكم الهند حتى 1857، ثم طبعا الاحتلال البريطاني. بعد ذلك تقسمت الهند 1947 إلى باكستان والهند وبنغلاديش وبورما ونيبال وبوتان وسريلانكا. وطبعا القسم الأكبر أو الأهم هو باكستان، لأن أصبح المسلمين انقسموا تقريبا إلى قسمين شبه متقاربين، فأصبح المسلمين رقم اثنين في التعداد الموجود. فبالتالي يعني احنا نعي ان الحكم الاسلامي، لا اريد ان اتحدث عن الحكم الاسلامي قبل عصر المغول، يعني قبل عصر المغول او بعد فتح الهند مباشره كان في دول كتير قوي، كان في الدوله الغوريه والدوله المملوكيه والدوله التغلقيه ودوله السادات الاشراف والدوله اللوديه، لكن في كل هذه الفترات كانت الهند اماره لا تتجاوز عشر مساحه الهند. لكن بلغت الدوله الاسلاميه اوج قوتها واوج انتشارها واوج ازدهارها في عهد طبعا جلال الدين أكبر، اللي كلنا يمكن عرفناه بعد المسلسل اللي انتشر عن جلال الدين أكبر، وطبعا أو بالتحديد مش جلال الدين أكبر بقى كمان، وفي عهد حفيده أورنجزيب. في عهد حفيده أورنجزيب كان حوالي تقريبا 70% من مساحة الهند يخضع للحكم الإسلامي، والعدد الأكبر هم من المسلمين، وظل الحال كذلك. المجتمع الهندي بتشكلاته الكتير دي بيمثل بالنسبة لك إيه؟ المجتمع الهندي بتشكلاته، لكنها في نفس الوقت تشكلات مستقلة عن بعضها. بمعنى الهند هي بلد المضادات، بلد المتناقضات، قمة الجمال مع قمة القبح، تجد فيها قمة المعقول مع قمة اللامعقول أيضا. فعندما نتحدث عن التغيرات هي فرصة إنك ترى الدنيا كلها من خلال الهند، لكن كل مجتمع نفسه من داخله منقسم إلى عدة مجتمعات. عندما نتكلم عن الهندوس مثلا فنجد أنهم منقسمين إلى طبقات، المسلمين منقسمين إلى طبقات، البوذيين منقسمين إلى طبقات، وكل طبقة منقسمة إلى طبقات. خلينا بعد الفصل نواصل مع الدكتور أحمد رجب في بلاد العجائب.
أنا أظن دكتور أحمد أن معلوماتنا عن مسلمي الهند برضو بتحمل شيء من الضبابية، يعني احنا نعرف أن في مسلمين في الهند، لكن أنا بما أن أنت عشت في المجتمع الهندي وتعمقت فيه، كيف رأيت المسلمين في الهند؟ إيه عينك شافت المسلمين في الهند إزاي؟ هو الحقيقة المسلمين في الهند، الإسلام في الهند ليس بمعزل عن المجتمع الهندي. يعني هو طبعا الإسلام بكل ما فيه مثل الدول الأخرى، ولكنه تأثر أيضا بالمجتمع الهندي، لأنهم ناس تعيش في الهند، ليس بمعزل عنها. وبالتالي يمكن فكرة الطبقية إلى حد ما موجودة، هي طبعا موجودة بنسبة 100% في الهندوس مثلا، اللي هم بينقسموا إلى البراهما والأكشترية والعمال والفلاحين والشودرة، لكن أيضا في الإسلام وجدنا مثلا الصديقية، دول مجموعة اللي هم بيقولوا إن احنا أحفاد أبو بكر الصديق، والفاروقية أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والعثمانية أحفاد عثمان بن عفان، والعلوية أحفاد علي بن أبي طالب أو آل البيت أو الأشراف، وآخر طبقة اللي هي الخانات اللي هم المغول، اللي في آخر اسمه خان، فدول المغول اللي هم بينتموا الى الدوله زي احمد خان بالضبط، شاروخ خان الممثل، مش عارف مين، يعني اسماء كل خان هي ينتمي الى الدوله المغوليه. فيما عدا ذلك بيعتبروهم من الطبقه الدنيا اللي هو لا ينتمي الى عائله من هذه العائلات الكبار. فدي طبقيه. لكن انا في حاجه لاحظتها جدا هناك، على الرغم من هذا الكم الهائل من الاديان والكم الهائل من اللغات والكم الهائل من الطباع، الى ان في تسامح شديد بين في الاديان. يمكن المجتمع الى حد ما مادي بعض الشيء، لكن في مجال الأديان بالذات في تسامح، إلا في بعض مناطق معينة اللي هي فيها يعني بعض التشدد، لكن في تسامح شديد بين المسلمين وبين الهندوس وبين البوذيين في اتفاق أن نعيش سويا. بالضبط بالضبط، المعايشة السلمية بأفضل صورها موجودة هناك. الحقيقة أن المجتمع الهندي مجتمع كبير وواسع وفي كل الثقافات وفي كل الحضارات، وبالتالي من الصعب أن حد يتبنى فكر معين. فصعب حتى الهندوس، حتى المسلمين، حتى البوذيين، صعب جدا ان انت تعرفهم الا اذا ذهب الى المعبد او اذا تحدث امامك. لكن الطبيعه الهنديه، عندنا رئيس وزراء هندي. نعم مسلم. نعم نعم، في مجتمع المسلمين ما عندوش بيمثلوا الاغلبيه فيه. نعم ده موجود بالفعل، هو هناك يعني، واقول لك على اكتر يعني، في بلد اسمها علي كارا اغلبيتها سكان مسلمين، وعندما انتخبوا احد لمجلس زي مجلس الشعب كده انتخبوا هندوسي، وعندما سالته لماذا قال لانه هو اللي بيرمم المدرسه اذا سقطت، وبيرمم المسجد اذا اصابه عطب، يعني هو بيقيسوه على اساس مشاركته المجتمعيه وليس على اساس ديانته. يمكن انا سكنت حتى في بيت هناك كان في مسيحيين وكان في مسلمين وكان في هندوس في نفس البيت. الديانه هنا حضورها حضور التسامح. نعم حضورها وحضورها ان هي بين الشخص وربه وليست بين الاشخاص بعضهم. وانا عايز اسالك على حاجه لطيفه جدا، احنا المصريين في الامثال العاميه بنيجي نقول هو انت هندي؟ ده تعبير تخلف طبعا. هل انت لما رحت الهند وجدتها بلد متخلفه؟ لا طبعا، بس هي المقوله طبعا عاريه من الصحه تماما، دي رقم واحد، لان الهند كبلد واسع جدا في 1.2 مليار، من السهل جدا ان انت تلاقي ناس عايشة او منطقة عايشة بثقافات تفوق ثقافات اوروبا وامريكا، ومن الطبيعي ان انت تجد بعض القرى يعني يمكن عايشة بثقافات عصور ما قبل التاريخ. لكن لا اقدر اجزم بيه ان منطقة زي دلهي، ودلهي على فكرة احنا دايما بنقول دلهي على انها المدينة، دلهي انا اعتبرها على انها الامارة الكبيرة اللي بتتسع او اللي مساحتها متسعة وسكانها بالملايين وتضم العديد من المدن. في دلهي اكاد اقول ان هي متقدمه يمكن عن اوروبا، فيها قمه التكنولوجيا وقمه الصناعات وقمه العلم. دلهي اللي هي نيو دلهي اللي هي عاصمه الهند دلوقتي. لا هي 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 دلهي الحقيقه هي بتعرف بالانجليزيه بنيو دلهي، وده ليه؟ لان في حي صغير قوي اسمه حي نيو دلهي زي مصر الجديده. زي مصر الجديده بالظبط، ده اللي فيه السفارات والوزارات والتلفزيون، ده لا يتجاوز 1/100 من مساحه دلهي. لكن دلهي تعداد سكانها قد ايه؟ دلهي اعتقد وصل لحوالي 100 مليون يعني. ده في مدينه بيعيش فيها 100 نعم مليون؟ نعم ليست مدينه، انا بتكلم عن دلهي. في اولد دلهي، دي مدينه زي ما في مدينه دلهي اللي فيها الاثار الاسلاميه بالظبط والمساجد والاضرحه اولد دلهي، وفي نيو دلهي، وفي احياء اخرى، في شلاكيا بولي، وفي فازانت بيهار، وفي احياء اخرى كثيره جدا، وفي مدن اخرى غير دلهي تابعه لولايه دلهي وليست تابعه لمدينه دلهي. يعني دلهي كمدينه
زي احنا بنقول مثلا على الكويت، الكويت عاصمتها الكويت، الكويت العاصمه، وفي الكويت البلد. فهنا ايضا عندنا دلهي العاصمه وعندنا دلهي، يعني عندنا بنا البلد. نعم بالظبط كده. فعندنا البلد كلها الكبيره اللي بتضم مدن اخرى كثيره ومتقدمه جدا. فالهند فيها ميزه ان فيها مناطق للتجمع الحضري القوي جدا، هي اللي لها حضور عالمي في الخارج. احنا بنتكلم عن دلهي، عن بومباي، عن كلكتا، عن مدراس، عن اوتي، عن بنجلور، عن ميسوري، دي كلها مدن احمد اباد، مدن كبرى جدا لها حضور. لكن في نفس الوقت في قرى صغيره يمكن تعيش عيشه ما او حياه ما قبل التاريخ، لكن دي طبعا لا تصنف الهند او لا تعرف الهند بيها، لان الهند زي ما قلنا بلد طبيعيات، يعني بلد فيها انهار وفيها اشجار وفيها هضاب وفيها تضاريس حتى تفصل بين المنطقه والاخرى، وممكن وفيها حتى الوان، يعني حتى نوعيه سكان واصول سكان الشمال غير سكان الوسط غير سكان الجنوب، قاره كبيره جدا. فلا نريد ان نحكم او نسحب الحكم الخاص على الايه على هم بيتعاملوا مع البحث العلمي ازاي. الحقيقة أنا يعني لم أرى بحث علمي بنفس القوة الموجود في جامعات الهند. عندهم جامعات خصوصا التكنولوجيا والكمبيوتر ساينس وحتى صواريخ الفضاء والطاقة النووية وغيرها متقدمة جدا الهند في هذا. طب إحنا عندنا في المنطقة العربية مدركين حجم وقوة الهند؟ اعتقد ان بدانا ندرك هذا، يعني بدأنا. بالضبط احنا يمكن ادركنا لهذا في الهند قديما كان على ان هي مصدر للماده الخام وليس مصدر للصناعات. قديما تعاملنا مع الهند وتعاملت معها اوروبا على انها مصدر للماده الخام للتوابل للشاي. حاليا هي مصنع العالم ينافس الصين ومصدر للتكنولوجيا. يعني معرض جايتكس في دبي اغلب من فيه من شركات هي من الهند. يعني هم التكنولوجيا دلوقتي اصبحت اغلبها موجود في الهند، واصبحت بدل ما تصدر الماده الخام اصبحت تصدر الان التكنولوجيا والمعلومات. فأعتقد شكرا دكتور احمد رجب، الحديث عن الهند هيطول لحلقات اخرى، فبنشكرك على هذه المعلومات القيمه، وللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج رحله مع الدكتور.